بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثانية في كلية طب الأسنان جامعة الكتاب، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح نتحدث بهاي المحاضرة عن أول توبيك بيها بالأورال هيستولوجي اللي هو الهيستوكيمستري، حتى تفتهمون إنه إحنا شون ندرس الهيستولوجيكال سيكشنز بمادة الأورال هيستولوجي. لازم تفتهمون أساسيات السلايد اللي تشوفوه تحت الميكروسكوب، من شنو شون صار وشون دنفحصه وشنو الطرق مالت التحضير للسلايد، تحضير الشريحة اللي ناخذها من المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلبة المرحلة الثانية في كلية طب الأسنان جامعة الكتاب. الموضوع الأورال هيستولوجي اللي تاخذوه بالمرحلة الثانية، اليوم نقدم لكم أول محاضرة به هيستوكيمستري. نتطرق بها عن السلايد، شلون نقدر نحضر السلايد من الشريحة اللي ناخذها من المريض، لأن هو هذا أساس الدراسة مالتكم. شلون تعرفون شلون ناخذ الشريحة، شلون راح نهيئها إنه نفحصها بالميكروسكوب على السلايد. هيستولوجي compound of the Greek word histo, histo mean tissue. Logi معناه علم أو دراسة. Is the study of the microscopic anatomy of cells and tissues of plants and animals. فإذا هو الهيستو يعني معناها the study, histology, the study of the microscopic anatomy of the cells and tissues of plants and animals. Histological examination تتضمن أربع خطوات رئيسية: 4 main steps: sample fixation, sample processing, sample staining and microscopic examination. يعني من ناخذ السامبل أي سامبل من أي patient لازم نعمل له fixation، بعدها نعمل له processing في الطرق نسوي له processing بيها، بعدين صبغة sample staining، و and last step اللي هي microscopic examination. We will start in the first step اللي هي fixation. We called it fixation. What mean fixation? Chemical fixatives are used to preserve tissue from degradation and to maintain the structure of the cell and of subcellular components such as cell organelles. شنو such as cell organelles؟ اللي هي مثلا nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria and so on. The most common fixative for light microscope is 10% neutral buffered formalin, 4% formaldehyde and phosphate buffered saline. For electron microscopy, the most commonly used fixative is the glutaraldehyde, usually as 2.5% solution in phosphate buffered saline. فإذا هنا عندنا من ناخذ الشريحة، من ناخذ التشيو مثلا خلينا نقول، ونحفظها بمادة حافظة. شنو هي المادة الحافظة؟ هي بالمعنى العام نسميها فورمالين، فورمالديهايد فوسفيت بفر سلاين. لكن هذا لللايت مايكروسكوب، لكن للإلكترون مايكروسكوب تختلف الفيكسيتيف، هو جلوترالديهايد والنسبة مالته انه هي 2.5% سوليوشن ان فوسفيت بفر سلاين. نجي على ثاني خطوة، هي التشيو بروسيسينج. تشيو بروسيسينج شنو؟ هي مجموعة من العمليات راح يمر بيها التشيو، تمر بيها التشيو. is to remove water from tissue. بنعرف احنا التشيو بيها water، فلازم نوخر هذا الwater، نبعده عنه. replace with a medium that solidifies to allow thin sections to be cut. حتى نبدي نقطع بسهولة، فنوخر المي، remove water. ثالث خطوة إنه biological tissue must be supported in a hard matrix to allow sufficiently thin sections to be cut, typically 5 micrometers اللي هي كل مايكرو واحد مل، يعني 1000 مايكرو هو يساوي لنا 1 مليمتر. thick for light microscope and 80 to 100 نانومتر اللي هو تقريبا نانومتر الواحد من المليم يحوي على مليون 1 مليون نانومتر. thick for electron microscope high for light and for electron. فإذا for light 5 micro، لكن اللي هو for the electron microscope احنا نقطعه الى 80 الى 100 نانومتر الثيكنس مالته. I mean for light microscopy paraffin wax is most frequently used since it is immiscible with water. The main constituent of biological tissue water must first be removed in the process of dehydration.
فإذا هسه اللي سويناه بالبروسيسنج إنه ديهايدريشن سحبنا المي، عوضنا الووتر بواكس إذا كان طبعا لايت مايكروسكوب. The steps of processing samples are transferred through baths of progressively more concentrated ethanol to remove the water. احنا قلنا هاي عملية dehydration. This is followed by a hydrophobic clearing agent such as xylene to remove alcohol. بعدين لازم نوخر ايضا الكحول. Finally, molten paraffin wax the infiltration agent which is replaced the xylene. هسه كل التشيو صار خلينا نسميه كاس من الواكس، يعني انطمر او انغمر بالواكس بالبارافين واكس. طلاب بعد ما عملنا الفيكسيشن وعملنا البروسيسنج نجي على الامبيدنج. After the tissue have been dehydrated, cleared and infiltrated with the embedding materials اللي هي الواكس انطمر بالواكس, they are ready for external embedding. During this process the tissue samples are placed into molds, راح يكون بmolds along with liquid embedding materials such as agar, gelatin, wax which is then hardened. تتصلب الواكس يتصلب داير مداير التشو. This is achieved by cooling the case of paraffin in case of paraffin wax and heating curing in the case of epoxy resins. The acrylic resins are polymerized by heat, ultraviolet light or chemical catalyst بهاي الطرق طبعا. The hardened blocks containing the tissue samples are then ready to be sectioned. هسه الامبيدنج يعني هو غمر التشو بهذا الواكس اللي نخليه. اوكي صارت عندنا نسميها يعني الموس من الواكس واللي بطن الواكس شنو التشو اللي نريد نفحصها. هسه صار جاهز للشنو للتقطيع. In this step, we reach the sectioning step, يعني مرحلة التقطيع. Sectioning can be done in limited ways. Vertical sectioning perpendicular to the surface of the tissue is the usual method. Horizontal sectioning parallel to the surface of the tissue. For light microscopy, a steel knife mounted in a microtome. الجهاز اللي نقطع به هذه القطعة مالت الواكس واللي بطنها التشيو اللي بداخلها التشيو. الجهاز what we called it, microtome. Microtome بسكينة حادة steel knife mounted in a microtome is used to cut 5 micrometer thick tissue sections which are mounted on a glass. هذا وين راح ناخذه؟ ناخذ هذا السكشن اللي الثيكنس مالته 5 micrometer على جلاس. على جلاس مايكروسكوب سلايد نسميه. على سلايد مال مايكروسكوب حتى يسهل علينا بعدين نصبغه وبعدين نفحصه تحت المايكروسكوب. For transmission electron microscope تختلف الطريقة. A diamond knife mounted in an ultra microtome is used to cut. شوف ايش قد الكاتنج هنا يصير عندنا 100 نانومتر أو 80 إلى 100 قلنا. وهناك باللايت مايكروسكوب 5 micrometer thick tissue sections which are mounted on a 3 millimeter diameter copper grid. على كبر جريد راح نخلي هذا السكشن اللي ناخذه. Here we reach the staining step. الستيننج معناها الصبغة، صبغة هذا التشو اللي أخذناه وسوينا له عملية الفكسيشن والبروسيسنج وبعدين الإمبيدنج والستيننج ده احنا صبغة حتى تبين حتى نفرق بين هذا النيوكلياس. هذه سايتوبلازم هنا عندنا بيولوجيكال تشو has little inherent contrast in either the light or electron microscope. Staining is employed to give both contrast to the tissue. لازم نحصل على contrast حتى نعرف هاي التشو شنو بيها. As well as highlighting particular features of interest. Where the underlying mechanistic chemistry of staining is understood, the term histochemistry is used. هيماتوكسينين اند ايوسين هاي الصبغة العامة اللي نستخدمها أكثر صبغة نستخدمها للتشو اللي نحصلها. Is the most commonly used light microscopical stain in histology and histopathology. هيماتوكسينين a basic dye stain. Nuclei blue تصبغ لنا nuclei blue. Due to an affinity to nucleic acid in the cell nucleus. لكن الايوسين an acidic dye. فإذا الهيماتوكسيلين والايوسين. هيماتوكسيلين basic dye. الايوسين an acidic dye stain the cytoplasm pink. Uranyl acetate and lead citrate are commonly used to impart contrast to tissue in the electron microscope.
بالالكترون مايكروسكوب اليورانيل اسيتيت اند ليد سيترات، لكن بالالكترون مايكروسكوب الهيماتوكسيلين اند ايوسين. الهيماتوكسيلين اند ايوسين يعني تو ستين هما، بس هما ينطوني نتيجه واحده، الهيماتوكسيلين بيزك داي والايوسين هو الاسيديك داي. بهذا السلايد انه التايب اوف تيشو سكشنز كلش مهم، لازم تفرقوها. عندنا ميني تيشو سكشنز، عندنا سوفت تيشو وهارد. سوفت تيشو سكشن او بون ديكالسيفيكيشن اند جراوند سكشن اوف بون اند فروزن سكشن بروسيسنج، يعني وي هاف فور تيشو سكشنز. السوفت تيشو سكشنز هو هذا الاكثر سكشن، يعني البون ديكالسيفيكيشن ايضا، والبون ديكالسيفيكيشن البون من نقدر نفحصه إذا ما نسوي له ديكالسيفايد، يعني نسحب الكالسيفايد ماتيريال من عنده حتى نقدر نفحصه بالميكروسكوب، وإذا بقى الكالسيفيكيشن ماتيريالز كالسيفايد ماتيريالز بداخله فهذا نعرضه إلى طريقة أخرى هي الجراوند سكشن أوف بون، اللي هسه بالمحاضرات طبعا المقبل إن شاء الله تشوفون شنو الفرق بين الجراوند سكشن والسوفت تيشو سكشن والبون ديكالسيفيكيشن. واللاست وان من التايبس التيشو سكشنز هو الفروزن سكشن بروسيسنج، وهذا طبعا اسرع فروزن بتجهيزه وبتحضيره. هذا اكثر شيء انه نستخدمه بالعمليات بساعه ما البيشنت تحت المريض تحت يعني الدكتور يد الدكتور المعالج اللي يسوي عمليه يقدر ياخذ فروزن سكشن بروسيسنج. التايبس اوف تيشو سكشنز اللي تكلمنا عليها سوفت تيشو سكشنز، اي سوفت تيشو muscles أي شيء أي تشي يعني نقدر نسويها sectioning ناخذها نعرضها للفكسيشن والبروسيسنج والإمبيدنج والستينينج ونفحص بيها. البون ديكالسيفيكيشن شنو؟ is the removal of calcium ion، من اسمه decalcification يعني دي يعني remove، is the removal of calcium ions from the bone through histological process thereby making the bone flexible and easy for pathological investigation. This is necessary in order to obtain soft sections of the bone using the microtome. فإذا هنا حولنا سحبنا الكالسيوم ايونز من البون وخلال البروسيس، بعدين نعمل انه بون يصير فليكسيبل وايزي فور باثولوجيكال انفستيجيشنز. هذا شو بقيت necessary in order to obtain soft sections of the bone using the microtome، حتى نقدر بسهوله نقطع بالمايكروتوم. الثالث نوع من الـ ground sections of bone يعني هنا يظل يحتفظ بالكالسيوم ions. reference to microscope slide of bone that is repaired by taking a larger piece of the bone and placing it between two pieces of abrasive material such as carbide paper. راح نخليه بين الكربايد بيبر للبون. there are rotated and grind the sections down until the bone is adequately thin to transmit incident light in a light microscope, allowing for observation of the bone structure. The section is then transferred to a glass slide mounted and cover slip. هنا عندنا السكشن راح يصير به شويه تخن، راح نخليه على الجلاس سلايد وبعدين نسوي له ماونتنج والكفر سليب مالته خلينا نضع عليه. In a ground section there is no need to remove the mineral. No need to remove the mineral. عكس منو؟ عكس الديكالسيفايد سكشن اللي اخذناه بالخطبه بالنوع الثاني. So that the bone in the section contains both the mineral and the collagen that form most of the bone structure. عندنا السكشن الرابع اللي هو الأخير سكشن فروزن سكشن بروسيسنج. The other method of histology processing is called frozen section processing. In this method the tissue is frozen. راح نجمد التissue sliced thinly using a microtome mounted in a below freezing refrigeration device called the cryostat. الجهاز شو نسميه اللي نجمد به؟ الكريوستات. The thin frozen sections are mounted on a glass slide. نخليها على glass أيضا على slide. Fix immediately and briefly in a liquid fixative. رأسا نضيف لها الفيكساتيف material. Stained using the similar staining techniques as traditional wax embedded sections. وبعدين طبعا نصبغها. At
Advantage of this method is rapid processing time. مثل ما قلت لكم أسرع طريقة طبعا. Less equipment requirement. Less need for ventilation in the laboratory. Disadvantage is the poor quality of the final slide. شوية يعني poor مساعدنا في النوبة بالdiagnosis. Poor quality. Uses it is used in intraoperative pathology. طبعا طلاب هسه بمرور المحاضرات عليكم احنا شغلنا يعني اهتمامنا بالاورال هيستولوجي نشوف سلايدات كثيره مثلا من نجي راح ناخذ التو ستراكشرز يعني مثلا الانامول والدنتين كل هيستولوجيكال سيكشنز فاهم شيء انتم تلاحظون بالسلايد هذا vertical section هذا horizontal section هذا decalcified sections هذا ground sections هذا مثلا هذا تعرفون انه هذا light microscopic sections هذا photo اقصد photo يعني light microscopic photo او هذا electron microscopic photo مثلا هنا بهذا السلايد مثلا نشوف light microscopic view of bacteria شوفوا باللايت شلون تبين البكتيريا بينما طبعا يعطينا many dimensions ابعاد كثيره للبكتيريا نفسها في حالة إنه نفحصها بالإلكترون مايكروسكوب ونقول قلنا من البداية نفرق شلون نصم يعني نقرر هذا لللايت مايكروسكوب هاي الطريقة لو هاي الطريقة للإلكترون مايكروسكوب كل واحد وطريقته طريقة تحضير السلايد طريقة الستيننج مالته وطريقة الفحص بأي جهاز لازم كلها نفرق بينهم وشكرا للاستماع لهذه المحاضرة.